بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس شرح كتاب الصيام. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن النية في جميع العبادات شرط لصحتها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية هي القصد ومحلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها لأنها عمل قلبي. والصيام على قسمين: صيام الفرض، وهذا لا بد أن ينويه من الليل، قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، بأن ينوي عند طلوع الفجر. وأما النافلة فأمرها موسع، ينوي من النهار أنه صائم نفلا، بشرط أن لا يكون أكل أو شرب أو تعاطى مفطرا بعد طلوع الفجر. نعم. من الأحاديث عن ابن عمر رضي الله عنه عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. نعم، حديث حفصة هذا هو الأصل في أن صوم الواجب من صيام رمضان أو الكفارات أو النذور، كل صوم واجب فلا بد أن ينويه عند طلوع الفجر، لهذا الحديث أنه لا بد من أن يعزم النية من الليل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. فقال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيث؟ فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. نعم، هذا هو الأصل في أن صيام النافلة يصح أن ينوى من النهار، بشرط أن لا يتناول مفطرا بعد طلع الفجر، فله أن ينويه من النهار، لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته سأل أزواجه: هل عندهم من شيء، أي أكل؟ قالوا: لا. هذا فيه دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد، وأنه قد يكون ليس في بيتهم شيء يأكلونه، ومن ذلك هذا الحديث أنه لما قالوا ليس عندهم شيء قال: إني إذا صائم، يعني صوم نافلة. فصوم النافلة يصح بنية من النهار فيما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس، كل هذا محل لنية صيام النفل. وفي الحديث الآخر أنه يجوز لصائم النفل أن يقطع النية وأن يفطر
وليس كالفرض، الفرض لا يجوز إلا أن يفطر إلا عند غروب الشمس، وأما النفل فيجوز أن يقطعه بالنهار وأن يأكل ويشرب. فصائم النفل أمير نفسه، إن شاء أتم الصيام إلى الليل وإن شاء قطعه وأفطر، لا سيما إذا كان هناك سبب يستدعي ذلك. نعم. من يوسوس في النية الشيخ صالح كيف يتخلص من ذلك؟ يترك الوسواس، يستعيذ من الشيطان ويترك الوسواس ولا يتحدث به ولا يذكره ولا يهمه، فإنه يزول عنه بإذن الله. نعم. هل تشترط يا شيخ صالح النية لكل ليلة في رمضان؟ نعم، النية لكل ليلة من رمضان، لأن كل يوم عبادة مستقلة، صيام كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية من الليل، يعني قبل طلوع الفجر أو عند طلوع الفجر لكل يوم. نعم. حفظكم الله يا شيخ، لو أن إنسان ذات ليلة كاملة أو نام ليلة كاملة ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، ما حكم صيام هذا الرجل؟ إذا كان ناويا للصيام من الليل ولم يستيقظ للسحور فإنه يبقى على نيته ويكمل صيامه، صيامه صحيح لأن النية موجودة وهو بات عليها، ولكنه أخذه النوم ولم يستيقظ للسحور، فهذا يصح صيامه فريضة إذا مضى في صيامه. نعم. أخيرا شيخ صالح، من لم ينوي الصيام إلا يعني قريب من الظهر في صيام النفل، هل الثواب شيخ يكون ليوم كامل أو نصف يوم؟ لا، ليوم كامل، لأن صيام النافلة أوسع من صيام الفريضة، فله صيام يوم كامل. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم على تفضلكم بشرح هذه الأحاديث في كتاب الصيام، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. لكم التحية من مسجل هذا الدرس زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.